من الملتقى هذا بمناسبة اليوم العالمي لميكي دونك لي مالادي انفلاماتوار تاع المعي الدقيق والقولون، كانت لنا فرصة أننا نتلاقاو احنا كأخصائيين الصحة مع المرضى خارج المستشفى وخارج لو كابيني ميديكال. دونك يعني شفناهم هكذا مباشرة وقصرنا معاهم وحكينا معاهم. عندهم يعني المرضى جينيرالمون دائما يطالبوا بعض استفسارات واسئله اللي هي طبيعيه، مثلا كيفيه تشخيص المرض، كيفاش نعرفه وقت نديروا لاكولوسكوبي، كيفاه. حاولنا اننا نجاوبوا قدر الامكان على تساؤلاتهم، خاصه على لاليمونطاسيون ثاني التغذيه السليمه ونوعيه العلاج. كاين بعض المخاوف اللي دائما يقولوها انهما متى يجيونا مضاعفات لا مالادي دو كورونا ولا مضاعفات الارسياج، هي بعض الاسئله هذه اسئله ضخمه وكبيره جدا، لانه الاجابه عليها تتطلب دورات كبيره ودي كونغري كبار و مؤتمرات كبيرة. ولكن دائما حبينا نوصل لهم ميساج أنه التايت كونترول، يعني لازم تكون الفحص تداوم على الفحص تاعك حتى وإن كنت أنت المرض تاعك راهو مليح، يعني راهو نائم اون كونترول ولا اون ريميسيون، لازم تبقى تداوم على لا سيرفيونس، تبقى دائما تروح عند المريض الطبيب تاعك وتشوف دير الفحص، ممكن دير بعض التحاليل، ممكن دير بعض التصوير، تصوير بالليكوغرافي ولا تصوير بالكولوسكوبي ولا بالسكانر. ولهذا يجب على المرضى انه ما يحبسوش، يعني تغيظني انا انه نشوفوا شباب يعني ولا مرضى تعبوا في مرحله من حياتهم، تعبوا كثير في مرحله من حياتهم ووصلوا لمرحله لا ريميسيون، يعني النمو من المرض تاعهم بفضل ربي وفضل الادويه وفضل المجهودات الطبيه ومجهودات المريض الويمام داكور. ومن بعد هو من الفرح يحبس لو كونترول تاعو، يحبس لا سيرفيونس تاعو، ثم بعد عام عامين ممكن يجينا في حاله جد معقده، ولهنا تعقد لا بريزون شارج، تعقد الحاله تاعو وتصعب علينا حنايا كاطباء وكمختصين اننا نعالجوه. بعض التساؤلات ثاني تاع المرضى يقولون في حاله ليشاك، يعني في حاله عدم التجاوب للدواء واش نقدروا نديروا. حاليا يعني درنا كدوله وكفارماسي سنترال وكل شيء، داروا مجهودات، جابوا لنا ادويه اللي كانت 10 سنين من قبل كانت ما كانش، حاليا راهي كاينه والحمد لله، وحلت نسبه كبيره من المشاكل، بالك حوالي 80% من مشاكل المرضى. تبقى بعض الفئه اللي هي تكون ابل ليشاك ثيرابيوتيك، الناس اللي ما تجاوبش مع العلاج المتوفر. نتفائلوا ان شاء الله خير انه هذه الموليكول هذو ان شاء الله عما قريب راحين يدخلوا، وشكرا.